النهارده بنتكلم في ملخص عن موضوع جسيمات اكسيد الحديد النانويه. بتدرس هذه المراجعه مجموعه متنوعه من جزيئات الايونات النانويه المغناطيسيه المركبه الحاليه التي تم دمجها مع فئات مختلفه من المواد العضويه وغير العضويه للتطبيقات الطبيه الحيويه، وركزت جهود البحث على دمج جزيئات الايونات النانويه المغناطيسيه من أكسيد الحديد والأصباغ العضوية في منصات فردية لاستخدامها كعوامل تصوير ثنائية النمط لكل من التصوير في المختبر والجسم الحي، ولإنتاج منصات متعددة الوظائف تؤدي في وقت واحد العديد من المهام بالتوازي، مثل العلاج الضوئي الديناميكي والتصوير ثنائي الوضع للكشف عن جزيئات الحيوية. ومن المهم أن هذه المنصات يمكن أن توفر معلومات تشخيصية أفضل، مجموعات بيانات أكثر تكاملا بسبب طرق التصوير بالرنين المغناطيسي التشخيصي أو مع الرنين المغناطيسي التشخيصي المزدوجة مقارنة بتقنيات التصوير المعزولة المقابلة. ونظرا لتوافقها الحيوي العالي وسميتها الخلوية المنخفضة وانخفاض خطر الرفض المناعي، يمكن دمج جزيئات حيوية مختلفة زي الأبتمرات والأجسام المضادة وحتى الخلايا الجذعية مع جزيئات الأيونات النانوية المغناطيسية لتطوير تقنيات عالية الاستهداف للتشخيص والعلاج والتشخيص العلاجي للعديد من الأمراض سيئة السمعة. وكانت النتائج واعدة بخصائصها البصرية والنقاط الكربونية، وتعرف النقاط الكمومية الفريدة مثل مقاومة التبييض الضوئي ومعاملة الانقراض المولي العالي والنطاقات لانبعاث القابلة للضبط. وبالتالي غالبا ما يتم دمج النقاط الكمومية مع جسيمات النانوية المغناطيسية لإنتاج جسيمات نانوية مركبة بتظهر كل من الفلوريسنت والمغناطيسية، ويمكن فحص تأثيرات هذه الجسيمات النانوية المركبة في المختبر قبل التقدم للاختبارات الحيوية. ومع ذلك فإن استخدامات منصات النقاط الكمومية المغناطيسية في التطبيقات الطبية الحيوية محدودة بسبب السمية المتأصلة للعديد من النقاط الكمومية الحالية، وبالتالي فإن هناك الحاجة للمزيد من النقاط الكمومية المتوافقة حيويا للاستخدام الأوسع لمنصات النقاط الكمومية المغناطيسية في التطبيقات الطبية الحيوية بالإضافة للنقاط الكمومية. فإن الجمع بين الجسيمات النانوية المعدنية النبيلة والجسيمات النانوية المغناطيسية في منصة واحدة بيوفر طرق تشخيص وعلاج متعددة في وقت واحد، مما يمكن أن يحسن دقة ووضوح الصور التشخيصية مع تقليل الوقت والتكاليف. وبتجمع المنصات القائمة على الجسيمات النانوية المعدنية النبيلة المغناطيسية بين الخصائص المغناطيسية للجسيمات النانوية الأيونية والخصائص البصرية الرائعة التي تنشأ من رنينات البلازمون السطحي والتي يمكن التحكم فيها من الأشعة فوق البنفسجية إلى مناطق الأشعة تحت الحمراء من الطفل الإلكتروني عن طريق تحسين الحجم والتكوين والشكل وطوبولوجيا الجسيمات الحمراء القريبة النانوية النبيلة. وعلاوة على ذلك بيسمح دمج الجسيمات النانوية المغناطيسية مع البوليمرات بتصنيع أنظمة متعددة الوظائف، وبيوفر التغليف والترابط المتبادل مع البوليمرات استقرارا محسنا ودورة وتوافقا حيويا وتصويرا بالرنين المغناطيسي الحساس لدرجة الحموضة. يمكن تطبيق مجال مغناطيسي متناوب لتسخين الجسيمات النانوية المغناطيسية في الجسم الحي اللي ممكن استخدامه لتحفيز البوليمرات الحساسة للحرارة والحساسة بدرجة الحموضة لتوصيل الأدوية المستهدفة والعلاج الكيميائي. يمكن أيضا ربط قدرات توصيل الأدوية المضادة للسرطان المتقدمة هذه بالعلاج الحراري المغناطيسي لقتل الخلايا السرطانية بشكل أكثر فعالية، ويمكن أيضا مراقبة عمليات العلاج الكيميائي والعلاج الحراري المغناطيسي هذه في وقت واحد من خلال الاستفادة من قدرات التصوير بالرنين المغناطيسي لمقترنات الجسيمات النانوية المغناطيسية والبوليمر. وبالتالي فإن ربط كل هذه الخصائص الفريدة للبوليمرات والجسيمات النانوية المغناطيسية يمكن من تصميم وتصنيع مواد طبية أكثر فعالية بإضافة المغناطيسية مع العديد من المركبات مثل الصبغة العضوية الـ IONBS. إلى ذلك فإن الهندسة المناسبة والتكامل بين الجزيء الحيوي أو الجزيء الحيوي مع البوليمر المستجيب للمحفزات ممكن أن تولد منصات نانوية متعددة الوظائف يمكنها أداء
مهام متعدده في وقت واحد ويمكن استخدامها في مجموعه واسعه من المجالات الحيويه. عايزين لو حد شاف هذا الكلام من اخصائي الاشعه يقول لنا هل التقنيه دي موجوده ومستخدمه حاليا في التصوير بالاشعه ولا ما زالت قيد البحث. مع السلامه.